ناشدت الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية السماح بدخول إمدادات الغذاء والوقود إلى اليمن، وحذرت من كارثة إنسانية تهدد 7 ملايين يمني يواجهون خطر المجاعة. من جانبه قال مسؤول يمني إن الإجراءات التي اتخذها التحالف العربي بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن مؤقتة وتهدف إلى إيقاف مصادر تمويل الحوثيين للحرب. وذكر مدير مكتب الرئاسة اليمنية عبد الله العليمي في سلسلة تغريدات على حسابه على موقع تويتر أن جماعة الحوثيين تعتمد على التهريب والأسواق السوداء لتغذية الحرب بالمال والسلاح، وأن الإجراءات الأخيرة مؤقتة وتهدف إلى إيقاف منابع الإمداد هذا. ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. أهلا وسهلا بك خليل. بداية، هل من ردود فعل على قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ اليمنية جوا وبرا وبحرا؟ نعم، أطراف الداخل هنا تقول بأن يعني هذا الإعلان عن إغلاق المنافذ برا وبحرا وجوا لا يمثل جديدا، ذلك أن اليمن في الأصل تعيش منذ أكثر من عامين حالة من الحصار، وإن كانت بقيت هناك بعض المنافذ التي كانت متاحة أمام الرحلات الإنسانية سواء جوا أو بحرا، وبالتالي ردود الفعل هنا في الداخل تقلل من شأن هذا الإجراء أو هذا الإعلان، وفي نفس الوقت أيضا تحمل التحالف مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن هذا الإعلان من معاناة للمواطنين اليمنيين وازدياد المعاناة الإنسانية خاصة على الصعيد الصحي. هناك أيضا ردود فعل شعبية ربما تمثلت بنوع من التزاحم على محطات الوقود والأسواق. المواطنون اليمنيون ربما يعني اعتبروا أن هذا الإعلان قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات السعرية. هناك نوع من شبه الشلل في حركة المواصلات، هناك ارتفاع لافت جدا في أسعار الوقود والبنزين وأيضا أسعار صرف العملة أمام العملة المحلية، وبالتالي هذا التوازي في ردود الفعل الشعبية. هناك أيضا بالمقابل نوع من التقليل الشأن لهذا الإعلان بالنسبة للجهات الرسمية هنا في الداخل في صنعاء. كل ذلك طبعا بالتزامن مع استمرار نعم التحالف أكد أن هذا القرار مؤقت، ولكن عسكريا هل يخلط الأوراق، وإنسانيا كيف يمكن التعامل معه خاصة أن الوضع الإنساني مزر ومتدهور جدا في اليمن؟ ويعني الزاوية الإنسانية تحديدا ربما تكون هي الأكثر تضررا من هذا الإعلان، وخاصة أن ملايين اليمنيين في الأصل يعانون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. هناك أيضا تدهورا تاما في القطاع الصحي وفي المرافق الصحية في الخدمات الصحية، مقابل أيضا انتشار وباء الكوليرا وأيضا تراجع مستوى الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، وبالتالي هذه الزاوية التي ربما ستكون الأكثر تأثرا في حال استمر الإغلاق ودام فترة طويلة. ما عدا ذلك ربما عسكريا هناك صحيح نوع من تكثيف التحالف لغاراته الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء وربما محافظات ومواقع أخرى، ولكن ربما بالنسبة لأطراف الداخل يعتبرون أنه أيضا لن يحدث مزيدا من التغير على الأرض وفي الواقع العسكري أو في المعادلة العسكرية الراهنة. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا في صنعاء خليل القاهري.